احنا زوار جينا من ولاية دبويرة، لقينا ولاية مستغانم عندها استقبال في فصل الصيف وعندها صافي نظافة والناس تاعها كرماء. وحاجة اللي عجبتنا بزاف سي الأمن، وجود الأمن، حاجة الأمن وحاجة الغشي الله يبارك، ما كاش داع المضايقات وآخر. ودراري الرشيع عجبتني الحال مليح مليح. الوفود هنايا بلا من ولايه غليزان، معسكر، مستغانم بكثره، المدن المجاوره هنايا ما شاء الله الامن، ما كاش المشاكل هنايا. الشعب هنايا لطيف، قال لي الشعب متحوس على روحه، الامن هنا كذلك. كاين اللي جاي من الشرق، كاين اللي جاي من الصحراء، كاين اللي جاي من الوسط، وكاين كيما نقولوا حنا دي لي زيميغري تاعنا، ميم يا دي زيترونجي. بون كونسيرن لوندرو اللي رانا فيه، من جهه لا سيكوريتي سي سيكوريزي، الامن راه كاين، المرافق كيما نقولوا المرافق بور لوكازيون راهم غير كيحلوا موستا لاند موستا غانم. ولايه مستغانم اجمل ولايه كما وصفها رئيس الجمهوريه لولايه الغرب، وهي بامنها وبشعبها في الحقيقه. من ناحيه الامن كاين لا سيكوريتي كاينه بزاف، مام هنايا في سالامان ما زعما ماهيش كيما كانت العام اللي فات. ما رانا نقعدوا نقعدوا حتى 4 تاع الصباح نورمال، زعما ماشي ما كاش مضايقه تاع الغاشي. المناخ كاين سي فري هذا العام جا شويه سخون، تشوفوا الشاطئ راه يزيد يتسقم ويزيد يتسقم، الامن متوفر حتى مع سورتون الخرجه مع المغرب تولي شابه منا، زادوا المرافق العموميه، الماناج للدراري يلعبوا، الامن راه متوفر بزاف، زادوا حسنوا وزادوا النظافه، زادوا نقاوه، ماذا بنا تتعمم هذه النظافه وتتعمم كاع على كاع الشواطئ تاعنا، باش السياحه ماذا بنا السياحه تكون في بلادنا، ماذا بنا يزيدوا ينقصوا من لي زوتيل، ينقصوا من لي بري، باش كاع الولايات يولوا يخرجوا يولوا يجوا. مدينة مستغانم معروفة مدينة سياحية، يزوروها الزيار من كل قطب الوطن، هي معروفة بكرم ضيافتها. دوري هنا يا رانا راهي سيكيريتي، راهي منظمة ما شاء الله، نقاوة في كل شيء، وراهي بليزير موديل وبليزير فن راه عندنا هنايا. الحمد لله الناس راهي تجي في النهار في الليل حتى للزوج تاع الصباح، الناس قاعده في امان بوليداتهم الحمد لله. المناخ مدينه مستغانم معروف شويه ليميديتي، لكن جو لطيف، فيه بروده، فيه كيما يقول لك سلامان وبرد الحال. احنا رانا هنا كوتيديان يوميا من 6:30 حتى للزوج 3 تاع الصباح، حتى 3:30 تاع الصباح، وكاين اقبال، الناس راهي تجي اون فامي. كيما نقولوا حنا لي توريست ماشي خافوا، يخافوا مشاكل، مشاكل الحمد لله يا ربي جوسكا بريزون، كيما قال لك ما كان والو، الدعوه راهي هانيه، راهي عافيه، اللي جا مرحبا به، وحنا رانا هنا كيما قال لك نستقبلوكم. لو توريست مين يجي؟ ما يجيش اون كو براني، راه في بلاده الاولى. وين جا المسغالي متزيري ولا وهراني ولا عباسي ولا قسنطيني ولا عنابي، من يجي لبلاده مرحبا به. ولايه لها مناخ جد رائع، من ناحيه الامن الحمد لله يا ربي الامن متوفر في كل الشواطئ، ونتمنى ان شاء الله الضياف تاعنا اللي يفوتوا هنا العطله تاع الصيفيه يفوتوها بكل راحه ان شاء الله واطمئنان. واللي يعطيك كما قال لك مستغانم كما قال لك مستغانم ليها شان عظيم ما بين الولايات، الشيخ الاخضر مخلوف زاد بهاها نورها بفنون والشعر المزيان. نطلبوا ان شاء الله بربي هذه العملية السياحية هذه تزيد تتنشط وتزيد تبان أكثر وأكثر إن شاء الله، ونطلبوا تاني من الجهات المختصة تاني يعتنوا بهذا الميدان.